الجملة لا أنساها أبدا. أنا كنت جارته في عمارة الإيموبيليا، كان هو ساكن في 7 دور وأنا ساكنة في 11. فكان هو في المسرح وأنا في السينما، فطبعا بنتقابل في موعد واحد بالليل فنطلع في الأسانسير مع بعض. هو أنا طبعي الخجل وهو كان خجول جدا الله يرحمه، كان أخجل مني يعني. أنا كنت أحب أبصله لكن هو ما يقدرش يبصلي. ففي مرة من المرات طالعة معاه في الأسانسير وبصيت لقيته، قال لي انا هطلع معاك ال11. وجه قال لي على باب والله قال لي على باب الاسانسير: يا بنتي انا نفسي اعمل فيلم معاكي قبل ما اموت. يا سلام. والله العظيم. قمت انا قلت له: يا سلام يا استاذ، ده انا اتمنى ومش عارف ايه. وبعدين بيني وبينك وهو بيقول كده قلت يعني في عقلي، بعد ما دخلت البيت وقلت طبعا الاستاذ نجيب الريحاني حاجه عظيمه جدا وكل حاجه، ولكن ازاي يعني هيبقى ايه الفيلم ده؟ ما خطرش ببالي ابدا ايه اللي هيتعمل بالنسبه لفيلم زي غزل البنات. اخدت الكلام ده وانا بالمكياج لسه وكل حاجه، لقيت كنت متزوجه من الاستاذ مرحوم انور وجدي، فدخلت وقلت له حصل وحصل وحصل. الاستاذ نجيب الريحاني قال لي اخر جمله، انما انا مستغرباها قوي يعني، هو متخيل ازاي انا اشتغل معاه يعني نعمل ايه؟